ألف سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون. طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. نوفيل جينيراسيون اي اف ام احلى راديو. انتم تسمعون في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل على يافام، شكرا على المتابعة. نص نهار وخمسة دقائق، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، حتى الماضي ساعة ونص هذا موعدنا. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. تقرير دائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية في علاقة بعديد الأحزاب السياسية والشخصيات التي ترشحت في الانتخابات الرئاسية ما زال محل قراءة ونقد كبير جدا من عند العديد من الأطراف. أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب قلب تونس يقول أنه عكس ما تم ذكره في تقرير دائرة المحاسبات فإن حزب قلب تونس لم يتمتع بأي تمويل خلال حملته الانتخابية، ويقول ماذا بنا نطبقوا مبدأ المساواة على الجميع في قراءة تقرير دائرة المحاسبات، هات نشوفوا تمويل الصفحات سبونسوريزي التي قامت بالإشهار لحساب المرشح قيس سعيد اللي بلغت كلفتها حسب المعلومات اللي عنا أكثر من 40 مليون دينار. الملفات كثيرة جدا في علاقة بتمويل الحملة الانتخابية. اليوم ضيفنا بداية ماضي ساعة يكون أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب قلب تونس. نرجع على آخر التطورات في مجلس نواب الشعب، عركة ما بين عبير موسي ومبروك كرشيد واتهامات بالتعنيف، والعركة متواصلة في المجلس وباش نتبعوها بكل تفاصيلها. كذلك اليوم في الزابينج باش تسمعوا تصريح حصري لفؤاد المبازا رئيس الجمهورية الأسبق اللي يتحدث على تجربة قيس سعيد حاليا في الرئاسة. مرحبا بكم الكل. سفيان اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكيب مرحبا. اهلين ومرحبتين وسهلين في اثنين مع كل المضاعفات. يعيشك صافا الفيزيت تكنيك البارح ما طيحوك الشكيب؟ الحمد لله شكيب، انت مواطن مثالي. خاف من الميكانيك هذاك علاش ديما رد بالي. ديما حارس. في انتظار يلتحق بنا طارق الكحلاوي، هاو يقولوا لي طالع في الدروج ولا في الاسانسور ما نعرفش. جون توكا مصعد اجتماعي ولا دروج اجتماعي؟ ثبت كي يجي اساله ما تجبدش الشبوك يا شكيب السيد. للاسف حسب ما نشوف البداية باش تكون معك سفيان، انت متغش. انا متغشش افكتيفمون، متغشش من تصويرة البارح خرجت متاع وليدات صغار، بنية عمرها 4 سنين والاخرى عمرها 6 سنين، في مركز متاع شرطة في موكنين مع جماعة كبار مع عباد كبار متهمين في قضية حرقة، مدورين لهم وجههم للحيط ومصورينهم. يعني شو نقول أنا؟ أنه الشرطة دورها إنفاذ القانون، وعملية الحرقة محاولة الحرقة هي جريمة ويلزم يتصدولها. لكن يا سيدي تصدول الجريمة وحاجة خارقة العادة وبارك الله فيهم، لكن يلقى وليدات صغار في وسطهم اللي ما هم شو ما اللي قاموا بالجريمة، هم عند والديهم. اي كان الشرطة عوان الشرطة هذم اللي راهم يقراو في التدريبات متاعهم، يقراو حاجة اسمها حقوق الطفل، مجلة حقوق الطفل، دونك يعرفوها، ما هيش غريبة عليهم. اي كان صعيب على عرفهم اللي يقود في المجموعة متاع الأمن هذه أنه يجبد من مكتوبه 100 فرنك 100 فرنك
ويعيط الواحد من العوان متاعو يقول له هز الزويز الصغيرات هذوما برا شري لهم كعبتين حلوة لطن اللي نسويه الوضعية مع الكبار مع والديهم. خليك نقولوا عمارهم البنات هاو باش نشوفهم بربي الجماعة في اي اف ام تي في الناس اللي تفرجوا فينا عادي ولنا تصور على خاطر فما التصويرة اللي يحكي عليها سفيان بنية عمرها ست سنين وبنية عمرها أربع سنين هما اللي واقفين في المركز. سفيان لا أظن لا أظن أنه الحكاية هذية بخيميديتي دون لسانس اللي عملوها وهما على وعي بخطورة الموضوع. شوف الوضعية اللي هما فيها راو تم حز القارب موقفين حرقة هزوهم الكل. أخزر الأمن خدمته أنه انفذ القانون والتصدي لعمليات إجرامية والحلقة عملية إجرامية. سوني با بريميديتي. لكن أنا أقول أنه راو في التدريب بتاعكم أنتم قريتوها مجلة حقوق الطفل وكي قريتوها مش قبل تقراوها وتتركوها راو تقراوها باش تنفذوها. كان ببساطة قلت لك تتكلف 100 فرنك واضح انه يعطيه يقول له برا مسيدو. اليوم انا ماذا بيا نسمع النقابات الامنية اللي في المدة الاخرى للأسف بعدت على مفهوم الامن الجمهوري وليت تبرر فيما لا يبرر. ماذا بيا نسمعها انها تعطينا رايها كيفاش ولاد صغار ولي يصفوهم كل مجرمين وهذا ما اللي نعتبره أنا جريمة في حد ذاتها. متفقين لا أظن النقابات الأمنية أو فما أي شخص يمكن أن ماذا يقبل بالوضعية ذي أو ماذا بيا يتكلموا في النقطة هذه باش يقولوا رانا نعتذروا على التصويرة كمان هذه اللي ما همش لوليدات الصغار ما همش زرفوا ووقفوا غادي لا فرضوا عليهم باش يقفوا وما همش كل وليدات الصغار هما اللي صبوها على الانترنت. ماذا بيا زادة مندوب حماية الطفولة يعطينا رايه في عملية كمان هذه يعطينا رايه كهوة يعطينا رايه ويقول لنا شو يعمل ما بيان سير يعطينا رايه ويقول لنا ويقول لنا شو يقول لك راوي يا سفيان مش يقول لك ما عندناش امكانيات وقليلي حيلة وقليلي ذات لا لا باش يقول اخطر والوزارة اسمعني باش يقول اخطر استناني هو باش يقول اخطر باش يقول اي شفتها اما انا ما نجم نتدخل الا وقت اللي يجيني تظلم لانه هذا القانون شو يفرض عليه. يا ما غير هذاك يقول لك وقالها قبل وباش يعاودها اليوم وغدويك ما عندناش امكانيات قليلي ذات اليد على الوزاره تعطينا ما يلزم الامكانيات باش تحركوا امل الحاجه اللي صايره الايامات هذه وانا ننبه عليها شرفاء واحرار وزاره الداخليه راو الناس اللي باش يسقطوا مشروع قانون حمايه الامنيين واللي كانوا سبب في سحبه من البرلمان راهم الامنيين بانفسهم وبايديهم لانه قاعده تتكرر اعتداءات على الناس كما شفنا الاعتداء على سياره على مراه ومسمع من صغير ومن الام نتاعو السيد اللي كان يسوق اعتداء على محاميه وفيديو معناها تصور انتم امني موارب باب المركز ويعز فما حد جاي ولا حتى تتم عمليه الاعتداء على الواحد مثل هذه مخالفه البروتوكولات في التنفيذ فما بروتوكولات في التنفيذ تبعد المراه تبعد الصغار فما بروتوكولات ما تمش احترامها. نقول لهم راو الناس اللي سقطوا هالقانون هذا بتاع حمايه الامنيين اللي فيه اشياء مهمه ولباس بيها ولازم تصير راهم هما الامنيين بيدهم ابداوا برواحكم وكنسوا قدام داركم يظهر لي هذا مهم برشا. واضح سفيان باش نختموا في الموضوع التصويره هذه راهي تنجم تعتبر فاجعه على خاطر نحكيو على الطفله الصغيره قد نهك الطفله اربع سنين راهو معناها ما نتصورش ما نوقفوهاش قدام حيط دايرة مع والديها ما لازمهاش تعيش الموقف هذاك راهي ونعتبروها مجرمة كما المجرمين الآخرين الواحد لأنه تصورها بالطريقة ذيك وتحطها في الموقع ذيك هو في حد ذاته جريمة ارتكبت في حق الطفلة ذيك في حق الطفلة لو تسمح من تجربة خاصة باش نحكيه يمكن أول مرة نحكيها وخاصة برشا
باش نوريو انه ساعات الصغير قداش يتاثر وينفعل ويصير فيه. اتمنى ان شاء الله ما يكونش ولدي يسمع فيا. مره وقت صار وبدات تفتح التواريخ لانه يخرج في الاعلام يلزم غسيله ينشر انه تقال من ناس ضيوف كانوا انه انت دخلت الحبس، وانا فعلا دخلت الحبس ماشي واحده حاجه معره باش نخبيها. ولدي يسمع ما نحكيلكش صار فينا في الدار، كيفاش بابا كان في الحبس وعلاش كان في الحبس، لانه ما سبقناش فتحنا السيره هذه والموضوع مع ولدي. معنا صدقني تعبنا وشقينا وايامات، وانا باش نقنع فيه انه معركتي كانت مع الحريه وانه كان عندنا ديكتاتور وانه كان ظالم وانا كنت طالب وهاي العناوين اللي كنت عليها وكذا وغيره، وراني مسامح كل الناس وراي هذه اللي كانت محرك من المحركات باش نقرا على روحي وباش نرد بالي على البلاد وباش نرد بالي على روحي باش نحاول ننجح وكذا وغيره، كانت محرك ما كانتش معطل. لازم ينسى الموضوع هذا والحمد لله عايشين ثوره وديمقراطيه وان شاء الله انا وغيري نعملوا انه هذا ما يتكررش، بمعنى انه حتى كلمه مش بعد بشوية بشوية الوليد نساو التعافى من الموضوع ذاك، ردوا بالنا على الصغيرات هذوما تصالح مع الموضوع اللي هو سي با ايفيدون. نتصور ماهيش حاجة سهلة. نتصور خلود ان شاء الله يكون هكا فهم واستوعب الموضوع هذا وما خلتش عنده معنى العقد نتاعه، بمعنى الصغار هذوما اذا ما ردوش بالنا منهم راه تنجم تخرج وحوش ديمونستر من مثل المعاملات هذه. ردوا بالنا على امن وسلامة البلاد في احترام الصغيرات هذوما، احترام الامن وسلامتنا والامر بدرجه امن قوي وما لاش نفدركم. ان شاء الله تلقى شكون يفهمك طارق. فيزا خاطر انت بدك ترجع لموضوع اطفال من بعد. ترجع لاطفال، مي انا يظهر لي المساله مش فقط موافق سفيان في التصويره بشعه جدا والناس اللي خذيتها، مي في نفس الوقت المشكله الاكبر هي عائله كامله مهاجره في قارب ومعرضه نفسها للخطر، هي الحاجه الافظع. هي المسألة الاجتماعية اللي وراء التصويرة هذيك والوضع الاجتماعي، ما نتصورش والدين الطفلة هذيك فرحانين بالوضعية هذية، وأنا متأكد اللي هما موجوعين أكثر منا نحن الكل من حاجة كيف هكاية. توا ونحن نحكيه في اللايف تعدي الناس في هجرة جماعية في الشابة اللي هي عندها بعد سياسي اللي هي رسالة سياسية لكنها تعكس نفس المشكل، أكل عمق الأزمة الاجتماعية الداخل تحت الواجهة السياسية متاع المشاكل السياسية نحكي لو فيها. تسمح لي ملاحظة صغيرة فقط فيما يتعلق باستحاب كبار الأولياء تحميل المسؤولية أنهم يخاطروا بصغارهم برواحهم. الراوذية عندها أسبابها، لأنه القرارات المحكمة الأوروبية تفرض على الدول في حالة وجود صغار عدم ترحيلهم والإحاطة بهم، وإذا معاهم والديهم ضرورة مصاحبة والديهم لهم، أي أن والديهم يستعملوا في أولادهم كوم لي سي باسي. اي انا ما نراهيش فقط بالجانب الميكيافيلي هذا، لا لا هو لا لا صدقني انه هذا هو المطروح. قالوا سفيان صحيح وذاك على الشرام سيدي لي سي باسي وذاك على الشرام وذاك على الشرام صلب الصغيرات والاولياء. انا نختلف مع التوجه هذا اللي شيء الناس في النهايه كي مراه ورجلها يقرروا باش يهاجروا بالشكل هذايا هما يحتجوا ساعه على وضعهم، وطبيعي ما يخليوش صغارهم لوحين وحدهم مع جداتهم ولا كذا. فما ربما فما ناس تخمم بالطريقه الميكيافيليه هذه، المساله اعمق من الطريقه الميكيافيليه هذه. اذا كان باش نشيئوهم ونردوهم من غير احاسيس فقط يستعملوا صغارهم، فانه اي وذاك علاش التعميم غلط، وذاك علاش التعميم غلط. المساله اعمق من توا سامحوني بربي سامحوني جوست باش نتفاعل مع اللي صاير توا انيا. شنو حكايه الحرقه اللي صايره توا والناس تعدي فيها لايف؟ معناها انت كنت هي توا بابور خارج نحكيو لا مش بابور واحد فليك معروفه الشابه هي من نقاط الارتكاز والانطلاق مهدي هو مبروك. استعراض مش بالحق، لا لا موجودش من استعراض. لا ما فهمتنيش، معناها هما يصوروا في رواحهم حارقين مو بشي نو معناها رمزيه الحكايه. لا ما تعرفش عليها وين باش تمشي الحكايه، انا ناكدك تعرف جاوهم ناس من جهات اخرى في البلاد عملوا هكايه منصه نتاع التسجيل وجاهم من جميع الجهات ما تعرفش عليه شنو يجرى. طبعا فما الحرس هي البحري هي في البدايه فما رحظه فما الحرس البحري توا قاعد يراقب في الموضوع وطبعا الجيش وعندنا لكن كيفاش باش تحت الرقابه كيفاش باش يدخلوا ما تعرفش شنو باش يصير توا ما تعرفش ما عندكش الوضع. لا السلطات الامنيه في بالها يظهر لي انا نرجح انه رمزيتها كما صار في اوقات معينه باهي من سليانه وقت حبوا يخرجوا باهي، اما لانه الامنيين والحرس البحري كلهم في بالهم وعلى علم بالموضوع هذا ونتصور باش يقفوا على حدودنا البحريه وغيره باش يوصلوا رسائل نعرفش توصل ولا تلقى شكون يسمعها ولا باهي. واضح يلا شاكيب توت سويت نشوفوك فرحان ولا متغش.
لا انا فرحان بعد الاعلان اللي صار، بعد الاعلان اللي صار فرحان، اعلان اللي انه لقينا تسويه مع الجانب الليبي والغرب الليبي تحديدا، فتح معابر مع بريره سجدير وذهيبه وازن، على اساس انه صار اتفاق انه الامور باش ترتب وتتنظم ببروتوكول صحي، وانه المشكله الام اللي كانت تمنع في انه نفتح المعابر هي الموضوع الصحي. ان شاء الله يكون هو الموضوع الصحي، ان شاء الله يكون هو الموضوع الصحي فقط لا غير، اللي كان وراء اغلاق المعابر. نعرف نحن معبر جدير خاصه رئه التوانسه الناس تنفس منه تسكيره، معناه اختناق كبير. علاش قلت ان شاء الله يكون هو محل الخلاف الاولاني ومناط الخصومه؟ لانه ثم اللي يقول لك لا هذا يخفي حاجه اخرى، وسفير اللي تمنع من انه يوصل، معناها سي الاسعد العجيلي، من انه يوصل سفارتنا في طرابلس على خلفيه الموضوع هذا، وانه يقولوا فما معاملات ممكن اساءه الليبيين لهنا، وفما ناس تحب تكمل في تجار الشنطه يمشي ويجي، وفما الليبيين، وفما اللي يقول لك ضغط على الحوار وعلى المنتدى اللي صار في تونس. حسين قصص كبيره. نحن نقول مهم انه الموضوع انفض. تهانينا للدبلوماسيه التونسيه، تهانينا للليبيين زاد، لانه ذي معابر الاخوه اللي تجمعنا بالليبيين، اللي انا تمنيت بالمناسبه نرجع على موضوع انه في افتتاح رئيس الجمهوريه قيس سعيد المنتدى الحوار السياسي الليبي، تمنيت انه ما يكونش شكل قانون جي في المداخله نتاعه، راهو ردوا بالكم من قانون الانتخابات، راهو الدستور، راهو الناس اللي باش تولى الامر هذا ما يترشحوش وكذا، وكالتفاصيل، لانه كنت اتمنى انه يحليها بشواهد تاريخيه، كنت متمنى يرتبها يطريها. سايبة تنجم السكينة. خليه يتمنى. لا يطلب من قيس سعيد انه يصلخ جلته بعد ما خذا الروتريت وهو استاذ نتاع قانون. يا انا يا سفيان، انا ما طلبتش من الرئيس قيس سعيد انه يغني لهم انا وانت روح واحده في جسدين، انا وانت حياه واحده اثبت على اثنين، ما طلبتش منه هذا، ما طلبتش منه هذا. انا طلبت منه مثلا يذكر بفزعتنا عام 11 وقت الثعالبي، وناس وجرايد تكتب، وناس تلمت في التبرعات ضد الطلاين، وناس حتى ماشيه تتطوع في ليبيا وغيره في طرابلس، فك الحرب هذيك اللي كانت تعتبر حربنا ومعركتنا وكذا، وصار كنت اتمنى انه هذا تحلي يطري. المهم انا في بالنتيجه انا فرحان لهذا، لانه هذا مش معبر اقتصادي واجتماعي، ولكن معبر انساني اكد على الاخوه، خاصه في اوقات وسياقات الحوارات هذه مهم. ولكن زاد نرجع نقول كنت اتمنى زاد هذا الكل يتكرر، البروتوكول هذا مع الجزائريين اقفلوا الجزائر حتى في وجه التوانسه، ما كانش دبلوماسيتنا تنشط وتتحرك في اتجاه انه زادت تفتح الحدود والمعابر الجزائريه التونسيه، وان تكون ثم بروتوكولات صحيه. بالمناسبه امان للمخابر الخاص، شو زاد يلعبوا ويضربونا دي بي سي ار وكذا وغيره، يخلونا فضيحه قدام الجانب. سبق الخير، سبق الخير، سبق الخير شكيب. طارق متغشش على ما يبدو. اي متغشش؟ متغشش على تصويره شفناها البارح، بارت في الانترنت. تكلم بالقويه طارق امان ولا نحي البافيت، مانيش نسمع فيك بالقدا سامحني. انا متغشش خاطر ساعات يقولوا لي تصيح برشا، وساعات يقولوا لي باهي تو نعمل حاجه في الوسط. اي التصويره هذه شفناها البارح دارت برشا. اوه لا لا مفزعه جدا، هذه الطفله اللي مطيشه قدام الفوايه. قدام الفوايه اللي براتيكمون في الشارع في مبيت معتمديه نصر الله، قاعده مطيشه غاديك ساعتين نصر الله في القروان، على اساس انه فما شك اللي عندها كورونا، بالرغم حسب الطبيب. انا قريت هكا تقرير صحفي من غديكا يقول اللي مازال ما عندهاش الاعراض، لكن الامبيلونس قاعده تجي ساعتين. واهالي نصر الله احتجوا على التصويره، لانه واحتجوا على اللي صار، لانه وقالوا ما عندناش حمايه مدنيه قريبه، سيت جوست سمعتوا بها انتم، لانه هذا الوضع العادي بالنسبه لهم، ويطالبوا حتى بمركز معناتها محلي للحمايه المدنيه الى اخره. هي الحقيقه مش طفله ملوحه غديكا، هي اللي ملوحه غديكا هي الطفوله نتاع القروان تحديدا، كيف عديد معتمديات الفقر في البلاد. الملوح غديكة هي الفكرة متاع الطفولة المعزولة، المعزولة اجتماعيا، المعزولة نفسيا، اللي في القروان عندها وضع خاص وأعمق على مستوى اجتماعي. توا أسابيع التالي أنا تحدثت على الطفلة اللي عمرها 20 سنة اللي انتحرت في العلاء. فما وضع عام متاع أزمة ومتاع انسداد افق ومتاع محاصره من جميع الشيرات في القروان. الخريطه اللي قاعدين نشوفوا فيها توا هي من تقرير جديد هبطته معهد الاحصاء بالتعاون مع البنك الدولي حول الفقر في تونس. تحدثنا عليها اون جينيرال، مي هذا تركيز على القروان وين فما اعلى نسب. المعدل العام في القروان حوالي 34%. المعتمديات اللي بالاحمر
هما اللي فوق ال 35% ويصلوا حتى ل 40%، واللي هي معادلات قياسيه على مستوى وطني يتنافسوا فيها كان مع معتمديات في الكاف وفي سليانة. الكاف وين اليوم هبطت الناس اونتر بارونتيز تحتج على الوضع نتاعها. نصر الله كيف العلا كيف الحاجب كيف الوسلاتيه خاصه، هي زاد بلايس فيها انقطاع مدرسي من اعلى نسب الانقطاع المدرسي طبعا في تونس. لكن وقت اللي يمشيوا تلامذه للمعهد ويمشيوا للمبيت وفي ظروف المبيتات اللي نعرفوها في البلايس الداخليه ويزود فوقها الكورونا ومحاصره الكورونا، عندنا كوكتيل مولوتوف اجتماعي. القروين راهي ربما ساكته مقارنه بالتطاوين وما عندهاش فانا، لكن راهو الصمت هذاك ما يعنيش رضا. الاحتجاج الاجتماعي عبر الانتحار، الحاجب شنو اللي جا وراها؟ الاحتجاج الاجتماعي عبر الانتحار في القروين من اعلى النسب في القروين بالاساس والنصر الله كما كنت تقول. والقروين تنجم راهي ترد الفعل وقتها. ان شاء الله رئيس الحكومه ما يتعاملش بطريقه البقاء للاقوى واللي يحتج اقوى. نشوف وقتها شنو ردت الفعل. والبارح امراه من القروين جات هي وراجلها وبنتها قدام الولاية صبت الليسانس على روحها درجة وحرقت روحها وهي حامل وهي حامل وهي حامل وهي حامل احتجاجا على وضعها الاجتماعي بربي ما نذكروش احتجاجا على أن الوالي ما حبش يقبلها. سوفيان وطارق باش ننبهوا رئيس الحكومه او الحكومه بصفه عامه ماذا بيا ما نزيدوش نسطروا على الاحتجاجات التي تؤذي من ذات الانسان، معناها هذيك صبت على روحها وراو كان ما كنتش باش تتحركوا توا راو ينجموا الناس الكل يحرقوا روحها. لا 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 الحقيقه ما نوافقكمش جمله خاطر يمكن انا تتفهم هكا راو. لا 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 انا عمري ما ساندت ضربات الجوع والا عمليات الانتحار لانه فيه مساس من الذات البشريه. شوف خلود اللي قاعد تقول لنا ما نحكيوش عليها، لكن الاشاره اللي نحكيو عليها نحكيو عليها في السياق اللي نحن نراوا فيه. اما مش راهو ردوا بالكم عندما ستنتفض القيروان ردوا بالكم. انا قاعد نوصف لك في حاله، قاعد نوصف لك في حاله هذه الحاله واليوم نحن ما نوصفوهاش. الاشاره لهذه الوضعيات هي دعوه لتلافيها، هذا الاساس. اما سفيان زيد انا خاقول لك حاجه، انا سعيد برشا وفرحان بالفزات بتاع الجهات وكل جهه تقول انا علاش ما تسميتش على لسان السيد رئيس حكومه وانا راه عندي اولويات وانتظارات وراه نستحق وراه على خارطه الفقر تلقاني وخارطه التهميش والحقره راه العكس. هذا راه يلزم واحد يفرح به ما يستائش منه، ما يقولش اه والله هذا من تحت راس تنسيقيه الكامور. انا فقط مش تنسيقيه الكامور، من تحت راس السياسه نتاع لحظه العكس. انا نقول اللي في القروان خاصه نحكيو على القروان ربطا باللي صاير في القيروان، يفضلكم ما تتحركوش بشكل فردي فرادة، راه مهم تصير تنسيقيات وتتحط شنو تستحق القيروان، مستوى اقتصادي اجتماعي تشغيل اولويات بني تحتيه ومهم كفريق ومعبين بالملفات بتاعكم وبشكل سلمي وبالضغط وكذا. انا متاكد انه الدوله تتحرك كي تهزوها وترجوها كما يلزم، تتحرك الدوله ذي وتجبد الفلوس وتلقى حلول للناس هذوما. ترجوها بالصحيح خاطر انا زاد نحب يعطيك الخير يعطيك صحه. لا لا شكرا ليك شكيب، خاطر الايامات قاعده نسمع في برشا حديث نتاع ها باش نصب على روحي ليسونس، هاو باش نلفت الانتباه. والله خلينا نقولها لكم من الاخر وصادقه في ذلك، راك تحرق روحك انت اللي تخسر، ومن بعد ديك القضيه نتاعك باش يتبناوها اطراف يخدموا بها وانت تخسر حياتك والوضعيه مش باش تتحرك. دونك نخموا في امور تكون واقعيه وبراغماتيه من غير ما الانسان يأذي نفسه. هذا شنو قلت انا؟ راه ما قلتش ما نحكيوش على انواع الاحتجاجات المختلفه، ولكن من غير ما ندخلوا في المغالطات اللي ماهيش حلوه. احلام العبدلي مرحبا، شرحوا لك شو نعطيك سيدة المخرجة. فاصل يا مدام، تفضل تفضل فاصل ونرجع للزفين. يا فام ستوديو تراب، عيش الموسيقى كل سبت السبعة متاع العشية على يا فام أحلى راديو. الو يا راجل وينك؟ امان خليني
الحصرة في الداخل قتني خرج نبدل في الجو. إيجا روح تو نشنعوها بالموسيقى ونبدلوا الجو ديالي. كسب ما وشريت مع عند ميركادو أونسانت كاراوكي وميكرو وفلاش ديسك 32 جيجا وجاني حتى الباب الدار وخلصته من عندي ب 59 دينار فعو 78 دينار جيش البالك أفار ياسر حلو. أنت أحلى كي ترجع لي فلوسي يا عزيزي. ميركادو بوانتين أضمن شريعة الويب وكانك مش كونكتي كماندي على 31 333 666. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. مرحبا بكم الكل، رجعنا لكم في 90 دقيقة. سفيان بن حميدة، شكيب درويش وطارق الكحلاوي، نستقبلوا أحلام العبدلي لو زابينغ. عابر موسي اتهمت البارح النايب مبروك كرشيد انه قام بدفعها داخل اجتماع مكتب المجلس بعد خلاف حاد بخصوص تعيين تاريخ الجلسة عامة لمناقشة مشروع لائحة لإدانة الإرهاب اللي ما تقدم بها الحزب الدستوري الحر، واللي بعد الأجواء المشحونة وقع تحديد تاريخ 15 ديسمبر 2020 لمناقشة مشروع اللائحة المذكورة. نسمعوا عابر موسي. الحاجة اللي فريمون تصدم مبروك رشيد، يعني وصلنا احنا اخذين المرحلة الأولى متاع الإحالة، الإحالة راهي بالقانون. قلت له يزي يزي أستاذ يزي، قال لي شبيني نخدم عند بوك أنا وأنا ماشية في الباب يعمل هكايا بيده وتطف ويدزني يجيبني على الحيط اللي من غادي ويدخل الأمن باش يبعدوا عليا. أنا اليوم مانيش مروحة إلا ما تتعين الجلسة، ومانيش مروحة إلا ما يطبق القانون. يا القانون يطبق على الناس الكل يا ما عادش يطبق جملة. وتحبوا انتم قانون الغاب تفضلوها، هيا الدولة اللي تحبوها وذي المجلس اللي تحبوه، والقضاء يقول لك تصرفوا بين بعضكم انتم نواب واحنا ما ندخلوش. يعني يلزمك تبح في صوتك، يلزمك تتضرب وتتهي وتسمع اللي ما سمعتوش، لانه كيف عاود رجع السيد بتاع العنف في وسط مكتب المجلس سمعني الكلام وديما نفس العلكة. انا راجل وانت مش مستنسة بالرجال، مش عقاب عمري مش نولي امرأة. عنا مشكل كبير واضح في هذا المجلس في علاقة بالعقلية الذكورية، راني قاعدة نعاني في مشكل. النائب مبروك كرشيد جاوب بدوره على اللي قالته عابر موسي رئيس الحزب الدستوري الحر في فيديو عامله البارح على صفحته بعد انتهاء الاجتماع، ونفى انه دزها وقال اللي هي منعته من مغادرة قاعة الاجتماع. نسمعوا النائب مبروك كرشيد. مكتب المجلس واللي ندمنا الحقيقة على ان نكون موجودين فيه، دارة مكتب المجلس ماهيش باهية، الخلافات يوميا ما عادش فما حتى موضوع قابل للنقاش العقلي، للأسف طاح المستوى وطاحت القيمة. المكتب هذا أسوأ مكتب أخرج للناس، وقع التصويت على أنها تكون يوم 17 ولا يوم 15، كانت الغلبة اليوم 15. هاجت وماجت واعتبرت كل نقاش اللائحة في غيابها جريمة في حقها، واشتد النقاش والاختلاف بينها وبين السيد رئيس الجلسة والسيد راشد الغنوشي اللي هو كان يدير الجلسة عن بعد، وقالت أنا سأمنع أي واحد من الخروج من هذه القاعة، والليل نهد المجلس والليل نهد على روسكم اتقاء للشر. خذيت أنا ملفاتي وحبيت نخرج، كان خارج نلقى السيدة عبير وعجيبة مجموعة مرابطة من أعضاء الكتلة. شنو تقول السيدة عبير؟ تقولهم شتر يشد الباب الشرقي وشتر يشد الباب الغربي، ولينا ما يخرج حد من هنا من المجلس. أنا نتحدث أنا ومجدي، وهي تجي قدام الباب وتمنعني وتقف في الباب وتقول لي الليلة ما تخرج، وكان تخرج راو على جثتي. يا بنتي في عقلك، راه مش معقول سكر الباب، راه مش معقول تقف قدامنا. خرجت رغم عنها ولا تتعيط ولحقتني للكهرباء. نتأسف أن واحد يكذب. روحت عاودت رجعت، أنا ما عنديش عقلية ذكورية، نحترم المرأة ونجلها ونقدرها. عبير أصبحت عنصر توتر يومي وفعلي داخل المجلس. هذا مظهر من مظاهر الاحتجاج، تقول عبير موسي باش توصل باش تعدي اللائحة أو القانون اللي هي تحب عليه. مبروك رشيد يقول أنا ما عنديش الفكر هذايا الميزوجين، معناها ما عنديش مشكلة مع النساء السياسيات. وفما هنا زوز أطراف سياسية وزوز شخصيات سياسية نعرفوهم وانتوما تعرفوهم، تعرفوا مواقفهم، تعرفوا تاريخهم، دونك يظهر لي فما يزم يصير أن أغبيتراج، نوع من التحكيم في المعركة هذايا. سفيان، هو الـ الـ الوضعية وضعية غريبة شوية، لأنه عبير موسي معناها تعمل التعارك في كل من يقرب لحركة النهضة أو يتفاعل معها. المشكل أنه مبروك رشيد المعروف عليه أنه في عداء تقريبا شخصي ولا مع حركة النهضة. إذن أي ما فهمتكش، دونك معناها هذه هي الوضعية الغريبة، أنه من المفروض أي أنه
il soit ménagé par Abir Moussi. معناها هي يمكن انها تريد المساندة اللامشروطة المشكل انه عبير موسي على بياض. المشكل انه عبير موسي بالنسبة لها يلزم يكون المونوبول نتاع معارضة الاسلاميين مونوبول اكسكلوزيف عندها هي. واضح طارق. احنا قبل في تونس كانت قبل في السبعينات وكذا كانت فما امراض سارية ان كما الجرب والفرطسة ولا غير ذلك. أيوة. وكان عندنا مثل يقول كل فرطسة بعيد الشر من راس الراس. ما يلزمش البرلمان يولي في الوضعية هذه. واضح طارق. لا هو قال حاجة في الأخر، قال أصبحت عنصر توتر. هو الحقيقة وقتلي هو تمس في الموضوع، هو بش أقر بالموضوع هذا. هذا معطى موضوعي فعلا. عبير موسي الاستراتيجية متاعها السياسية في البرلمان قائمة على التوتر الدائم، سياسة التوتر الدائم والمعارك الدائمة حتى مع الناس اللي يتلقاوا معها. هو شقلك؟ قالك هو دافع على اللائحة متاعها البارح في اجتماع مكتب المجلس. هو نفسه في غيابها دافع على اللائحة متاعها ويزمها تتناقش ويزمها كذا، يعني معاها في نفس الموقف السياسي. لكن هي تتعارك مع النهض، مع كرم، مع قلب تونس، مع سامي عبو، ومع سنة الناصفي، مع الناس كل. بمعنى التوتر الدائم. وهذه أنا بالنسبة لي معناتها تعطيها ميزة معينة اللي هي مع بالحق عقبة حقيقية أمام الأداء الطبيعي للبرلمان. باه نمشيو للإكسخي اللي بعده شكيب، عندك تعليق فيسع فيسع على الموضوع ولا نمشيو لدائرة المحاسبات؟ لا لا ماذا بي تعطيني وقتي في الموضوع هذا. تفضل مختلف الكلام عجبني. لا بتبيع لا خاطر انا شدني لا شدني جانب اخر. خلينا من انه تعرف اولا ساعة انشط واحدة في النواب في مسألة اللايفات هي عبير موسي. اليوم مرينا انه نواب ولا يركبوا على موضوع اللايف، منهم سيما بروك رشيد، واستنى انه باش الموضوع يجر باش يلقى برشا اللايفات. الكل نائب عنده حكايه باش يعمل لها لايف. هذا واحد. اثنين انه الرجل راه حكى على حاجه خطيره، قال امراه حمقاء عودها اكثر من مره، معناها كاد يقول لكل دواء داء دواء يستطب به الا الحماقه عيت من يداويها. واكثر من هكا انه ذكر بفضله على عبير موسي، ولكن ذكر انه كيفاش عبير موسي سكتت على الاسلام السياسي وجبد شواهد وامثله وحكى على صخر الماتري، ولكن سيب شحكى على حاجه مهمه وقت القرضاوي جاء وقت بن علي ودلله بن علي وتعدى على تونس السبعه وكذا، وقت عبير موسي ما قالت حتى شيء. اما انا اللي يهمني في مبروك كرشيد شنو هو؟ انه زاد كما قال اشياء هو على حق فيها، ولكن قال حاجات اللي هي ساعة القفلة هذيك لن يرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أنا قفلة ريتها خارج السياق، معناها المهم تنحكيو فيها كانت حب. ولكن أنه زاد مبروك رشيد يحب يبيع لليانا أنه الرجل راه وطني من أول نهار، وأنه يؤمن بالوطن التونسي، وأنه كاد يقول لنا راه وكاد يحكي على الأمة التونسية اللي ما عنده حتى علاقة بالموضوع. شو لومك عليه؟ لا لأنه هو من الطلب العرب أسيد بيعمل حاجة إشارة إلى أنه من يحمل الفكر القومي. أنا أول مرة عرفت مبروك رشيد عرفته شخصيا، قابلته في كلية الحقوق في سوسة وقت اللي مبروك رشيد يحكي باسم الطلبة العرب. وقتها تعرف الخلاف صار، وقتها سيدي خلاف صاير أنه هو يعتبر اللي قالوا شهاد الصف وراء عصمة صيف الدولة، اللي يعتبر القضية المركزية مش تونس، يعتبر القضية المركزية مش فلسطين، يعتبر القضية المركزية مصر. كانوا شادين هما صف مبروك رشيد وغيره وراء صلاح بيطار أبو البعث اللي كان لحظة برك خلي أقول لك حاجة، مو ما عملش المياكو البام تاعه. لا السيد راكين أداءه توا في مجلس نواب الشعب هو قاعد مسبق مصر على تونس، فسرني إيه معليش هذا الكل ما هو تو يحكي لك على الفرق هو زيد لانه حب وطارق يشدنا على معاك لانه هو حب يبيع لنا انه كان وطني وتونسي ويؤمن بالشعب التونسي من اول نهار. هي كذبه ومغالطه كبيره. تعرف الحق لهنا كانت تقول الشعب التونسي تقوم الدنيا وما تقعدش، لازم تقول الشعب العربي في القطر التونسي. فما كتاب عمله سالم الابيض يحكي على الطلب العرب كيفاش كانت عنده مشكله مع الاستقلال ومع ومع ومع, 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 ومع الفحكي. انا كنت اتمنى زاد مبروك رشيد يقول يعمل ميا كولبا تاعو كيما جماعه الاسلام السياسي، وانه يقول انا ما كنتش وطني من اول نهار وما كنتش نؤمن بالوطن التونسي، وكنت نعتبر كيما الاسلام السياسي تونس حفنه من تراب.
واضح جدا الفكر القطري كان يتوازى مع افكار اخرى في الجامعه. وانتوكا فضها نبيل القروي قال لكم ما قريتش في الجامعه التونسيه وعرفكم هذايا نتاع شكون كان يمن ولا خليتو لكم البراغماتيس. واضح احلام. القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة جرجوري البارح في قناة التاسعة قالت أنه إذا ثبتت شبهات التمويل الأجنبي فإن العقوبات في الرئاسية قد تصل إلى السجن في حال ثبوت الجريمة بالطبيعة، وإلى عقوبة إسقاط القائمات التي يجب إسقاطها في حال ثبوت كما قلنا التهمة في الانتخابات التشريعية. زادة نسمع القاضية فضيلة جرجوري. قلنا نظرا لكونه فيه شبهات لتمويل مجهول المصدر وتمويل أجنبي فإنه الهيئات الحكمية لدى المحكمة ستواصل أعمال التحقيق وستتولى معنى اقتضى الأمر ذلك تسليط العقوبة. وفي حالة خاطر الفصل 163 فيه معناها عدة عقوبات نص عليها الفصل 163، فيه الخطية المالية اللي هي من تتراوح من بين 10 و 50 مرة المبلغ المالي الأجنبي المتحصل عليه بشكل من الأشكال، يجب يكون عيني، يجب يكون بارانفيرمو، يجب يكون تسديد خدمة إلى غير ذلك. وفيه عقوبات أخرى مثلا بالنسبة للمترشح للرئاسية فيه السجن. بالنسبة للتشريعية كيف كيف إذا كان وقت الأعمال واستوفينا كل جراءات المحاكمة العادلة فإنه سيكون الحكم إذا ثبت هل التمويل الأجنبي وتقدير المبلغ متاعه فإنه سيتم إسقاط ما يجب إسقاطه ولا إسقاط القائمة أو إسقاط الأسماء. هذا اللي حكينا عليه البارح، قلنا بعد القراءة اللي باش تصير شنو باش نشوفوا التبعات والنتائج. في الأثناء فما تساؤلات، قلت لكم أنه اليوم ضيفنا رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي اللي يقول لازمنا نرجع على مفهوم التمويل الأجنبي، ما معنى ذلك، هات نحسموا الأمور وكل هنا. سمعنا بداية توضيح وبعد نتحدثوا في الموضوع. طارق، النتائج لي ريبيركوسيون، التأثيرات المباشرة على المشهد البرلماني والسياسي، هل تتوقع أنه المرة هذية باش نراو نتائج أجمل موسى بعد تقرير دائرة المحاسبات؟ أنا محكمة المحاسبات حاجة مهمة برشا، محكمة لهنا. أنا البارح سمعت تصريح المحسن الدالي الناطق باسم المحكمة الجديدة انفيه فيها أنه محكمة المحاسبات طلبت منهم التعهد بأي من هذه القضايا. لهنا ساعة لهنا نبدأ. أنا نعرف اللي البرلمان دعا المؤسسه القضائيه المجلس الاعلى للقضاء لحوار في البرلمان حول اداء القضاء، ويظهر لي باش يعملوا اجتماع استثنائي المده الجاي باش يشوفوا هل يقبلوا يمشيوا للبرلمان ويحكيوا مع النواب والا لا. علاش نحن في حاجه انا في رايي الجلسه هذه؟ مهم جدا انه يقع مسائله القضاء، مش منطق مسائله من بعد الدستوري خاطر هو لا يسائل بالمعنى هذاك كيف تسائل الحكومه، لكن في حاجتنا بحوار حول سرعه اداء القضاء. تعهدوا بقضايا كيف نكاي. انا من الحاجات اللي عرفتها المده الاخيره ما كنتش نعرفها، اللي لجنه التحاليل الماليه ماهيش معنيه كي تشوف غلطه وتشوف تجاوز كبير انها بالتعهد في القضاء. هذه مهازه الحقيقيه. والناس اللي قاعده تتفرج، الشخصيات الوطنيه والاحزاب السياسيه لماذا لا تقدم قضية عدليه؟ تقول اني نطلب تتبع كل مناكشف وتسليط عقوبات على الموضوع. التيار الديمقراطي عمل قضيه بنبيل القروي. لهنا انا مشكلتي مش غاديك عمل بنبيل القروي بركه ولا بالنهضه. لا فما مجموعه من الاحزاب وقع محمد عبو مجبود في التقرير معناها مجبود وحتى موقع الكتروني يعيطوا له. زاد علاش باستثناء انا مشكلتي تعرف شنو هو؟ مشكلتي عدم الاعتراف بمحكمه المحاسبات على اساس انها قضاء. البارح سمعت عياض اللومي قال تو سامبلومون كلام فارغ واشاعات هذه محكمه المحاسبات. انا ماذا بيا تسال ضيفك من بعد يقول لنا هل محكمه المحاسبات يعتبروها قضاء ولا صفحه فيسبوك؟ طبعا يعتبروها قضاء ويطلبون انه المعطيات الصادره عنها تنطبق على الجميع. سفيان، هو ساعة أولا فما مجموعة من الأحزاب ومن الشخصيات ومن المنظمات اللي قررت أنها تقدم قضية في ضوء تقرير محكمة المحاسبات. ثانيا أنه فما مشكلة أساسية اليوم هو أنه محكمة المحاسبات بالرغم من خطورة النتائج اللي تتوصل لها ما عندهاش تبعات إجرائية. وذاك علاش خلى سي محسن الدالي ناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس يقول لك احنا راهو ما وصلنا حد شيء، وذاك علاش ماناش باش نتحركوا.
بيان سور ما نستناوش من الاحزاب السياسيه باش انا تحرك اللي هي مستفيده لانه احنا الاحزاب السياسيه شنو نلقاو؟ نلقاو انه سي يوسف الشاهد قال لي انا راني رديت عليها وقلت لو مش صحيح اللي قلته له. سي عياض اللومي قال انه محكمه المحاسبات راهو تعتمد على اشاعات من الفيسبوك سكي اون انسولت الواحد. سي اسامه الخليفي يعمل في تحويل الانظار. ليه؟ اسمع رانا احنا تو هي ثبتت على نبيل القروي امور معناها بالعدد اكسترافاغانت يقول لك ليه راه ما فماش اموال من الخارج وكذا ويجا نحكيو على قيس سعيد في اللي با سبونسوريزي يا سيدي قيس سعيد قيس سعيد كلب حلوف اما احنا تو نحكيو عليه في حينه احنا نحكيو على احنا نحكيو على نبيل القروي واضح انا نحب نقول انه هذا راهو الحديث جاي خاصه في الدور الثاني للانتخابات الرئاسيه شاكي لا هو شوف سياسيا عموما هذا جاي باش يزيد يكبر من شان رئاسه الجمهوريه وقيس سعيد باش يزيد ياكد على استقامتها وعلى النظافه نتاعها اللي هو هذا قاعد يتغذى منه معنا الرئيس قيس سعيد وقاعد تفويض الشعبيه نتاعو الناس ملتحمه به لانه يقول لك هذاك انظف الناس واليوم تقرير دارت المحاسبات تقريبا نزه الرجل هذا واكد على المصداقيه نتاعو وزاد هذا باش يزيد يثقل على حزابه وعلى حياته البرلمانيه وبرلمان التجاوز واللعب بالفلوس والتمويل الاجنبي وكذا باش يزيد على مرمه حاجه اسمها حياه حزبيه وبرلمانيه هذا باش حد كما قلت لك في موضوع انه الاحزاب اللي ناس قرفت منها وعافتها ولكن زاد حتى محكمه محاسبات لازم نقولوا كانت حذره برشا في التعاطي مع الموضوع هذا فما قالت راهي شبهات وراهو مازال دايره الزجر المالي باش تعهد في محكمه المحاسبات راهو فما المحاكمه العادله اكدت عليها اكثر من مره راهو فما حق الدفاع معناها تو احنا تقرير هذا شنو نعملوا به؟ تقرير اولي ايش نعملوا به؟ لا والله بالحق اي كيفاش نعتمدوا؟ شنو نقراوه برشا شويه نحاسبوا عليه نزلوا به ما نعرفش كيفاش صاحبت التقرير اللي حبر التقرير هذا قالوا راهو هذا تقرير اولي راهو في شيء باش يتعدى على الزجر المالي راهو فما محاكمه راهي شوبو هات خلطت لي تعليقات على الكلمه اللي قلتها باللي بالطبيعه راهي كل كلمه عندها قيس سعيد كلب حلوف والاخر بالمعنى التونسي هو خايب فيه العيوب الكل لا اما حاشاه هو كشخص معناها ماهوش لا ماهوش يلزم نحطوا الامور في سياقها ومن غير برشا مزايدات وكذا خير من اللي نخليوش اي 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 لا معناها ماهيش يلا كواصل فكرتك نتعداو ليوسف الشيخ لا باش فكرتي والله لا بيت لا لا بيت والله اي مش مشكل خلينا نمشيو ولا لا لا حبيت نقول لا 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 على تقرير محكمة المحاسبات راهو تحكي تقرير محكمة المحاسبات راهو كل كلمة فيه متأكدة ومدقة وصحيحة شنو اللي بعد أو علاش على خاطر من بعد تجي مرحلة ثانية نتاع تكييف قانوني للقضايا ولا لا 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 سفيان سفيان هما قالوا شبهات انا على الاقل كقانون جي نفهم انه الشبهه لم تتاكد بعد وانه فما محاكمات عادله وفما ناس نجم تقدم حق ردها في طور القضاء هذا ايش نفهم سفيان عندك راي مش شبهه قول لي انه تكييف قانوني ما هي شبهات فيسبوكيه فاصل ونرجعوا نواصلوا الزابينك قضايا هزت الراي العام التونسي أحكام بالسجن وعقوبات الناس غلطت وخلصت وناس اللي عملت يدها ولساقها قال لي أنت دار فيك المرأة نمرو 20 من النساء اللي تحايل عليهم باسمي أنا عام كامل ماني هارب قعدتني ومرتي وحكينا نقدم روحي نعديش مكتب من ربي ونروح يا إما نطلع ليبيا عائلات خسرت أقرب الناس لها في جرائم بشعة نرجع لحيثياتها وتفاصيلها ما نجمش نعري روح ورس بنتي يقول لي أنا مراش راه جميعتي هما بشي شوف ما سيبني إلا ما قرعي من عز في قلبي تقسم وقت نص في جناحي تقسم عز في روحي بالرسمي وحدي ما عندي أحد أسمعونا كل سبت أحد من مالي ساعتين المطلثة في نهج التريبيونال الانترفيو مع جهام بن عبدالله على إيفان أحلى راديو بوكو في باريس يا حسرة من وقت هالتوى وليت عشرة بوقوا في البلار أحسن أفار
أرخص للمكتوب وأحسن للبيئة. هز شقف جيب شقف واسمع تقربيع بوقة وفي البلار أحسن أفار. أنتم تسمعوا في 90 دقيقة. يلا رجعنا. والله لا 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 سابق يوسف الشاهد رئيس حزب تحية تونس قال البارح في قناة التاسعة أنه التيار الديمقراطي جلس معنا وحكم معنا وفي آخر نهار مشى يشكي بينا. الشاهد قال أنه اللي صار سوء ذوق سياسي. نسمعوه. أعتقد حتى الأطراف الثورية ما قبلتناش بما فيه الكفاية. هي بيدا كان عندها مقلقة أنها قعدنا بجنبها. أعتقد واك تشوف معناها خاصة حزب التيار الديمقراطي. طبعا هذا حزب جلسنا به في آخر نهار مشى يشكي بينا. معناها هذا ميس القضايا يرفعها محمد عبد. سوء ذوق سياسي. تقعد معايا وقت اللي نحكموا ميسالش ومن بعد نولي واحنا المشكلة نحن. شكاب عبير وشكاب النهضة وشكاب يوسف شاهد. محمد عبو حكم معانا ومن بعد لا كمل حكم معانا في الاخر بالكل مشي شكيبينا يا طارق خوت. شوف حكايه الذوق السياسي معناتها يعني شنو معناها؟ معناتها انت تحكم معايا نلقى عليك ملف ولا تجي قدامي ملف متعلق بيك في كيفيه التصرف في موضوع رئيسي متعلق باستعاده المال العام نطفي الضوء عم روحي مراهش قال شنو دي؟ بالعكس دي هو ذاك هو نفسه يوسف الشاهد البارح حق يقول والله باهي هذا دليل للتحالف هذا قائم على الصراحه وانه ماشيين في التوجه نتاع مكافحه قيم الفساد. لقى عليا ملف كما حق وقال انا زاد كان الوزراء نتاعي لقاو ملف على حد من التيار نقدموه من باب الشفافيه للقضاء تتعهد به النيابه العموميه. هذه وجهه نظر شاكي. بالبعض يرى انه كان تعامل انتهازي سياسي بحت ومن بعد يقدروا على بعض. والله شوف بالحق الأمر محير. معناها هل أنه كان بالإمكان أنه محمد عبو يلقى صيغة أخرى في الإحالة دون ما تكون بالشكل هذايا وندوة صحفية وغيره؟ خاصة أنه في الندوة الصحفية ما حكيش على ملفات بركة تحالت. لا يحكي على حقائق وعلى أنه عنده إثباتات وأنه الناس هذه تورطت. ما قالش رأوا لا هذه فما شبهات يا سيدي ورأوا ينجم يدحظها القضاء والناس هذه عندها الحق في أنه تقدم معناها دفاعها. لا لا قال الناس هذوم عندهم 4000 والآخر بيه وعي وكذا بشكل وكأنه حقائق في وقتها اللي محمد عبو كان يدافع لآخر لحظة على إلياس فخفاخ. هذا كل آخر لحظة كان يدافع عنه وأحال والدليل على هذا أحال الملف متاعه كل هيئة المعنية بالرقابة قالت يلزم إحالة الملف على النيابة العمومية. لا مش قرار لا 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 مشي بالتوصيات متاع التقارير. وقت اللي جات التوصية لإحالة الملف على النيابة العمومية أحال الملف على النيابة العمومية. كيف الفخفاخ كيف الشيء كيف غيره؟ إذا كان غطى عليها تو بعد يقول لك شفرجة خاطر متحالفين أوكي غطي عليه. طارق كنا نسمعوا في البرامج وفي الحوارات راهو قال إيه هاو نقول لك حاجة أنا فقط نعطيك بالمعطيات. قال برأ نفسه من أنه أحال الياس فخفاخ. قال راهو لا التقرير فيه توصية أنه يتحال. أحالت التقرير ما حالتش الياس فخفاخ بمعنى أنه هالتناقض والسكيزوفرينة اللي عند محمد عبو أنقصت من صدقيته فضلا على أنه الرجل يحكي على حقائق ما يحكيش على شبهات وأن القضايا نجم يتحرك. عمل نفس الشيء في الحالتين. يلا مازال عنا ديزكستخي فضلكم. أنا فقط وبسرعة الحديث متاع التصريحات متاع يوسف الشاهد معناها كلها كانت معناها أنا بالنسبة لي غريبة لأنه السيد هذا معناها واضح جدا أنه الباساج متاعه في الحكومة ورط البلاد وخليها في أسوأ الوضعيات. يوسف الشاهد حكومة يوسف الشاهد شنو ما ليزانديكاتيف ليزانديكاتور سامحني اللي بدا بهم وشنو ليزانديكاتور اللي خرج بهم. هذا اللي ما بيناتنا البارح يعطي في توصيات في مقترحات في نصائح ترى انه الشخص الغير مناسب لاعطاء النصائح. ابسوليومون با اي هوروزمون في الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت التوانسه فاقوا بهذا. واضح احلام نواصل. فؤاد المبزع الرئيس السابق في حوار حصري وخاص الاي اف ام رجع على احداث الحوض المنجمي وقال انه كان من المفروض في الوقت ذاك انه يصير الحوار والتفاوض مع الناس على غرار مسار في الكامور. نسمع فؤاد المبزع. لو كان باشرنا الحوض المنجمي ولقينا الحلول وتعاونوا مع الناس معناها كيما صار توا في الكامور هاونا قداش نشروا والفانا مسكره وكل شيء يلزم كي
يوصل للحمقى للرجل، يلزم قعدان ويلزم حديث ويلزم كذا. اما هو كان متخوف من انه اذا كان عمل حاجه في الحوض المنزلي باش تجي مشاكل اخرى في المنزل، باش تجي هي حبينا او كرهنا باش تجي. كيف صار حوض المنزل بك الحده هذيك مواقع ولا واللي سمعت به الناس شويه شويه، لو كان جات كيف توا حريه الصحافه وتحدثت على الشيء صاير في الحوض المنزلي من فمي فراي سفيان فؤاد المبازع يقول لو كان صار في الحوض المنجمي ما حصل حاليا مع الكامور راو كانت الأمور يمكن تكون أحسن لبن علي، ويعتبر هذا التصرف رشيد نوعا ما سياسيا. ما معناها سألتك أنت خاطرك أنت عايش الأحداث هذيك، اسكو سي لا ميم شوز، اسكو التصور نتاع فؤاد المبازع؟ لا 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 ما كانش ممكن. وأشار لها السي فؤاد أنه وقتها كانت المعلومة ما تخرج، وكانوا الناس اللي توصل لهم المعلومة يتعدوا على أصابع اليد. مش كاكا راو كانت يسكروا إثنية بش حتى حد ما يمشي القفصة. ولكن هو يتحدث على القرار السياسي أمام أزمة نظام بن علي جيلية محلية حول الثروة. نظام بن علي ما كانش قادر بش يسمع حد شيء من المواطنين، لأنه بالنسبة لهم المواطنين احتب للنظام نتاعو. هو انت جبت على يوسف الشاهد ما عملش اهم مراجعه ونقد ذاتي للناس اللي كانت رجالات النظام، رجالات نظام بن علي، هو انه يلزم يفهموا الباراديغم المنهجيه العامه نتاع النظام، مش عمل غلطه لهنا صغيره وسيتان ديتاي، لا لا، المقاربه العامه للمواضيع ما تنجمش توصلهم انهم يحلوا مشاكل من نوع هذا، لانه ديما العصا الغليظه هي الاولى. ذاك الطبيعه لديان نتاعو النظام مسكر على الميتيك، وانا بالعكس ما فهميش امكانيه للمقارنه بخلاف اللي ماهيش نموذج موضوع الكامور هذاك. هذاك هذاك ما تفكير رايك في الموضوع يعني. انا كان نحكيو على الحوض المنجمي وجانفي 2008. انا نقول لك اللي مقلقني باش نكونوا راهينيين توا، معنا اولاد توا، معنا وبنات توا، انه الحوض المنجمي فقد روح 2008 مع الاسف. نقول لك لانه الروح اللي رايه واحده وكانوا يعاركوا ضد نظام وعلى حقهم، توا كل واحد يضرب على دربوي. بو علي المباركي ربي يرحمه صار بيني وبينه حديث، قلت له سي بو علي علاش مشيتك القفصه ما كانتش بالعوايد كنا نستناو فيها؟ قال لي شكيب تعرف كل واحد عنده قائمه نتاعه، كل واحد جاي يقول لي هاو قائمه ومصحينين فيها الانتداب. قال لي تعرف اما النواب في البرلمان يجي في وجه يقول حاجه، من بعد يجي نائب اخر وراه يقول له اسمه رد بالك منه، راه ذاك بي وعليه وعنده الاجنده الخاصه. انا نتمنى على الحوض المنجمي يستعيد روح 2008. باش نكملوا نسمعوا فؤاد المبازع في تصريح اخر. فؤاد المبازع قال انه رئيس الجمهوريه قيس سعيد ما يخاطبش الناس باللغه اللي يفهموها واللي هو بيدو ساعه ساعه، فما كلمات ما يفهمهمش من عند الرئيس قيس سعيد. خرجنا قبل في الدستور الاولاني هذاك اكبر دستور واحسن دستور في العالم، بينما مش مثلا نتاع الشيء اللي خططناه، الشيء المأمور به، كيفاش الحكم بين رئيس الجمهوريه وبين رئيس الحكومه، كيفاش بين رئيس الحكومه وبين مجلس نواب الشعب. المشكل هذا يعمل حتى مبادره يقولوا كيفاش تكلم وش دخلوا، هذه من خصائص الحكومه. هذا المشكل. هو رجل نزيه معناها قانون جي عنده. انا بالنسبه لي انا عيب واحد كونه ما يخطبش الناس باللغة اللي يفهموها، معناه يتكلم صحيح وكذا. أتي أنا ساعة ساعة كلمة ولا اثنين ما نفهمهمش، عنده عربية معناه صحيحة. أنا إنسان باش يخاطب الناس لا خاطب الناس بما يفهمون. شكيب يلا. لا أنا معاه بسرعة، أنت متفق؟ أنا مع سي فؤاد المبزع ونصحح على اللي قالوا ونبصم بالعشرة. وقل لك علاش، لأني أنا سبق عملت مجموعة مطالعات مرة هكا ضرب موضوع في دماغي، موضوع اللهجة التونسية، فبقيت نقرأ في أكثر من كتابي تبع في موضوع اللهجة التونسية. عركة كبيرة على فكرة صارت بين يسار وبين الإسلامية في وقت كانوا هما بياناتهم باللهجة التونسية، قلنا ضربان الهوية العربية الإسلامية وكذا. على فكرة اللي يبحث في تاريخ الصحافة التونسية يلقى علاش صحافة تكتب بالدارجة، لأنه كانت صحافة نخبوية تكتب بالعربية القحة الفصحى النخبوية بتاع الصالونات، ولو يكتبوا بالدارجة باش يوصلوا لعامة وسواد الناس. وعلى فكرة ساهمت في أنه تضوي لعامة الناس برشا مشاغل، وأنه تعبي الناس ضد المستعمر وقتها. اللهجة التونسية اللي تكلم بها بورقيبة اللغة ثالثة، اللهجة أنا نسميها سمحني اللهجة الفصحى. يفترض يلزم يكون لسان قيس سعيد باللهجة الفصحى، راهو يقربوا من الناس ما يبعدوش على الناس. شوف انا شخصيا نفضل الدارجه في مخاطبه الناس، حتى
حتى بالمناسبة أول مرة نقولها كانت أحد الأشياء اللي نقولها للرئيس مصف مرزوقي قبل هو أنه يخاطب الناس بالدارجة ديما. لكن في الأخر شنو فهمت في الأخر بعد حتى وضعية قيس سعيد فما باكج كامل حزمة كاملة نتاع الشخص سلو بيرسوناج معناها الشخصية السياسية مش معناتها هو مش قبل الانتخابات بشوية أنا كنت جيت طبيب نفسي يا رسول الله وحلت في قيس لا جوز ترمين وسنارة قيس لا يتوتر ولا يضطرب نفسيا لو يخرج من العربية الفصحى العربية الفصحى مريحة نفسيا لي حقرة توا هو اللي النصائح الكوميونيكاسيون بوليتيك نتاع سي فؤاد المبزة يبدو حل بواتا نتاع كوميونيكاسيون بوليتيك يعني ما خارج الموضوع مرة أخرى نرجع للباراديغم باراديغم تاع قيس سعيد اللي ما كانش مخبي عن الناخبين هو استطاع التواصل مع الناخبين بالطريقه هذيك ودايور من الحاجات اللي انا نعرف شكون يعمل في خدمه توا على مساله العربيه الفصحى دورها في نجاح قيس سعيد اكسلون هي برشا اللي انا نحب خلينا من قيس سعيد ومن فؤاد المبزع لانه اللي قالوا سي فؤاد معقول جدا ما لاشوش تحكي انا باش نحكي شكيب ما خلي شيء في الموضوع لكن تحكي على اللهجه فرحان ولا متغشش سفيان فرحان دقيقه مازال تشكيب دقيقه خليكم فما اللهجه التونسيه صحيح علاش الصحافه تحت الاستعمار استعملت اللهجه التونسيه مستعملتها تقريبا اكان في الصحافه الهزليه لكن فما صحافة الأخرى ولنا نرجعوا إلى لغة الصحافة رأي لغة الصحافة هي لغة ثالثة هي بين اللغة العلمية واللهجة العامية نلقاو لغة الصحافة أكيد نسميوه السهل الممتنع وذاك علاش نلقاو في الصحافة العديد من الأخطاء اللغوية الشائعة إلى درجة أنه ولات ما عادش أخطاء هذا باش نقربوا اللغة للعباد واضح شكرا لك سفيان ميرسي بوكو شكرا شكيب يعطيك الصحة طارق بعد شوية بعد الأخبار ضيفنا يكون أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب قلب تونس خليكم على الأخبار وراجعي يا فام ميتيو عسلامتكم